يا رب. كيفك يا ام هاشم؟ الحمد لله. شو وينه؟ فوق بقوته من هديك اليوم حابس حاله، لا بده يشوف حدا ولا يحكي مع حدا. خير ان شاء الله، راح شوف شو في. يا رب. بشير، يا بشير، انا الشيخ رباح. افتح يا بشير. على شيخ يشرف. شيخ الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. شو يا ابني؟ خلص النهار ولساك نايم؟ شيخي ما عندي شيء اعمله، يعني عم اضيع نايم. لك يا ابني قصة حليم صارت وخلصت. قدر الله وما شاء فعل. وبجوز انت كنت الوسيلة مو السبب. ليش عم تجلد نفسك هيك؟ خجلان. يا لطيف شو خجلان وندمان يا شيخي. ماني مالي عين حط عيني بعين حدا بصراحة. القصة لساتها عدية وما كتير دريانين فيها الناس. شيخي ما في شي بيتخبى. بكره كل العالم بدها تصير تأشر عليه بالشارع يقولوا هذا اللي روح ابن حارته، هذا العوايني، هذا الفسفوس. بشير بده زواج يا ام هاشم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. الزواج بيعمل سكينة ورحمة وإلفة ومحبة. أكيد هاي الحالة بتساعد لبشير كتير. ما اختلفنا. ولو يا ماشي، بشير ما عاد صغير. اللي بدي أقول لك يا غميق كتير وما حدا بالدنيا بيعرفه. سر كبير يا ماشي. بشير عاجز وما بيجيب أولاد. أخذناه على الحكمة، قال ما في أمل. ما في شيء كبير على الله. طلبوا عندي. ايدي بزنارك. روضة اخته لسيف، الطالب تبعي. بعرفهم منيح وما في منه، وبعرف كل طينة اهل البيت. بس روضة مطلقة واكبر منه عمر. الله يديمك فوق راسه يا ام هاشم. شو كنا عم نحكي هلا؟